Oui, je suis docteur Mounia Rizgi, médecin de la santé publique. Nous avons les urgences de Tadamen. C'est un phénomène qui a fait le Barça Tunisie. La mutation de le virus a fait le Tunisie très grave. نحب نوضح حاجة اللي هي فيروس كما الفيروس الكل سفغي هي جاتنا الفيروس بتاع شهرنا في 2009 الفيروس متاع الجريب اللي السنة هي تقلق برشا خاطر فيروس فيرولون لي سمتوماتولوجي نتاعو اللي يعطيها الأعراض حنقولو أعراض معناتها متقدمة برشا سخانة طالعة برشا نجم يكون فيها ردين نجم يكون فيها يحس باللي معناتها دو كورباتور احنا نقولوها بالفرنسي دو كورباتور معناتها اون بلوس تلقى حتى عائله كامله معناتها تبدا بواحد العائله كامله تجي ساعات عائله كامله فيها اربع خمسه من الناس يجي وكل الناس الكل تعدي دونك هيك علاش يخلى تونسي خايف منها ومع المعلومه اللي مشيت اللي هي فيروس قاتل فيروس قاتل دونك احنا حابين نوضحوا الامر وقتاش شنو هما الاعراض نتاعها وقتاش نحمي رواحنا وشنو هي الوسائل اللي نجم نحميو بها رواحنا الاعراض تاع شنا هي اعراض هي تعطي سيندروم كيبال كيما اي فيروس كيما فيروس نتاع جريب مع اي جريب هي تعطينا ديبوشي مع خشمه مسكر ولا يبدا يجري معناتها ولا يبدا هبط بالماء ماء جينيرالمون معناتها كلائق ماهوش مبدل سخانه برشا اللي لاحظنا احنا خاطر احنا مع طبيعي الصف الاول معناتها اكثر نخدموا في الاستعجالي اللي لاحظنا بالحق معدل التمبيراتور تتعدى 39 حتى ل 40 41 هذيك اللي تلقاه تعب في شل يقول لك ما نجمش نهز روحي ساعات سي بلا دو بوميسمون دو دولور ابدومينال دونك هذيك هو علاش يخليه معناتها ما نجمش يرقد في الليل يقول لك نقعد نكح برشا دونك يخليه يقول لك نمشي نشوف معاه يسمع اش فما على الغريب باش انا يقول لك خليني نشوف روحي انا شنو عندي ما هي اذا كان ناخذوها كمعلومه راهي غريب كيما غريب كيما غريب في كل عام بقى سنة اللي الغريب معناتها فيريلون علاش؟ لا غريب الفيروس اللي فيريلون علاش؟ على خاطر البرد اللي جانا السنة البرد جا معناتها قوي شوي دونك تخليها معناتها الفيروس جات معناتها الفيروس جات اعراضها متقدمه اكثر من اللازم والله باش نقول لك بريفونسيون يا با بريفونسيون وقت اللي جينا اون لي تريت سيمبتوماتولوجيكمون اي بريفونتيفمون يا با بريفونسيون بريفونسيون الوحيد اللي شنو نقول وقت اللي واحد يبدا عنده غريب وقت اللي يبدا مريض وقت اللي عنده العوار اللي حكينا عليها قبيله يفوس معناتها هو يفوس بروتيجي ويبعد شويه على 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 العائله لونتوراج معناتها كيف يعطس ماذا بينا يحط ماذا بينا يستعمل المناديل هذيك اللي تعمل يغسل يده بالكدا بالكدا قبل ما يمس مرة كبيرة مثلا عندها دم ولا سكر ولا يمد ولا ي ولا ي ولا يقرب حدا صغير دونك هذيك هي المشكلة كلها في العدوى هو راه عنده حرية الاختيار يمشي للطبيب اللي كان يعرف روحه معناتها معاش متقلق وكل نجم يمشي للطبيب ما نحب نوضح حاجة راهي لا غريب إلي فيغال لا غريب C'est une maladie virale, donc ma distraction antibiotique. Non plus les anti-inflammatoires, surtout le corticoïde, il est rare de chauffer corticoïde. Il faut éviter la bonne hydratation, les antipyrétiques, comme ta sranne, puis ta sranne, et des cafés ma sranne, puis la barche, et l'hygiène de vie. وماذا بينا وقت اللي يبدا مريض ماذا بينا معناتها يقعد شويه في يبعد معناتها يبعد على معناتها ماذا بينا حتى يبعد على لونتوراج اللي هو فيه باش ما يصيرش العدوى بيناتهم هما اللي فام انسانت الناس المراه اللي هما اون جينيرال كسوسوا معناتها كسوسوا لاج هما الناس اللي عندهم ان باثولوجي كرونيك مالادي كرونيك ولا عندهم ان تيغان فراجيل مثلا اللي عنده السكر عنده غلط الدم عنده الانسفيزونس كورونيريان اللي هي معناتها امراض تهم القلب اللي عندهم لازم اللي عندهم بي بي سي او ماذا بينا هذوما دي تيغان بالحق هذوما معناتها اللي اكثر معناتها اكثر نتلاقوا بهم اكثر من غيرهم مي انسان كل انسان بين 16 سنه و 65 سنه اذا كان يبدا ايمينو كومبيتون ما عنده حتى مرض ما يخافش من الفيروس نتاع من الغريب اللي جاي السنه
راهي تنجم يكون يعمل عوارض اما معناتها تتعدى خفيفه. ما عدا نحكي لك على هذوما اللي حكيت لك الكام تاع الناس اللي يخافوا عليهم اكثر من غيرهم، واللي بالحق حتى من التيست نطلبوا التيست نتاع تيست فيرولوجيك نتاع اش ان. بالنسبه لحكايه الفاكسان لشكون ينجم يعملها باش ما نبداوش احنا الناس كل نحبوا نعملوا الفاكسان. فما ناس معناتها لازمنا نقول لهم اعملوا الفاكسان ولازمنا نوصيهم باش يعملوا الفاكسان. هما الناس اللي كما قلت لك معناتها اللي عندهم امراض مزمنه، يعني من امراض مزمنه، هما لا فامونسانت. خاطر لا فامونسانت وقت اللي تعمل الفاكسان تاعها هي السبب بروتيجي، حتى الهوتيس نتاعها السبب بروتيجي، البوني نتاعها يبدا بروتيجي بار لا سويت. باهي هو الوليد الصغير اللي عمره اكثر من 6 اشهر، خاطر اقل من 6 اشهر ما نعملوش الفاكسان. واي انسان معناتها قلت لك كيما قبيله مرض رجعنا نقول لك معناتها هما هذوما هما تبقى هذوما في الترونج داز اللي ما عنده حد شيء واللي عمره بين ولا وحكى لك سواء عنده ولا ما عندوش امراض اللي يتعدى 65 سنه معناتها نقولوا احنا سوجي اجي شويه ماذا بينا نعملوا الفاكسان. ما يسالش احنا اكتوالمون قاعدين نخدموا في ليزيرجونس ونشوفوا الوضعيه براتيكمون كل يوم، سي فغي نشوفوها على عام كامل، اما احنا شفناها في الفتره هذه تعدت الحدود. والاغلبيه معناتها نجم نقول لك 80% من العيادات اللي نشوفوا فيها في الاستعجالي هي سندروم كوبو. حتى السمبتوماتولوجي ماهيش ظاهره على الاخر، فوا حتى يقول لك مش بخشمي يخاف يجي يمشي يعدي. انا من الوضعيات اللي معناتها اللي قعدت لي واللي بالحق تنجم تقول جبدتني انتباهي، مره اخرى جاتني مراه حامل وجات قعدت قطعها موسى لاباس، قالت لي لا انا لاباس، اما راني تو كي حليت التيلي وراها وزير الصحه ويحكيوا على اشانا والخطوره نتاعها، راني جيت نشوف روحي عندي اشانا ولا قلت لها تو ما عندك حد شيء، انت على جاي انت جايه تو في وضعيه الكل تنجم تكون تاخذها من هوني وتروح. فهمت تلمو سي لا بانيك بين التوانسه على شان دونك يعدي هكا ولا هكا وراو حتى تيست باش نقول لك ما نجموش نعملوا للناس الكل وما نسحقش نعملوا. وقتاش نطلبوا باش نعملوا للناس الكل؟ كيما قلت لك وقت وضعيات هذوما سيرتو مرا جينا حبله صغيره معناتها دي نوغيسون يجيونا اللي باتولو العباد اللي مرضى اللي عندهم امراض يحملوا امراض مزمنه واللي تقلق على صحتهم وينجم بالحق تكون فيها خطوره، وقتها نطلبوا تيست فيرولوجيك. مي سينو راه اون تريت كيما قلت لك قبيله سمبتوماتولوجيكمون بريفونتيفمون، والفاكسان خليهم لكا اللي يستحقوه. نحب نزيد نقول اللي الناس اللي خايفه من الغريب ما تخافوش، تلاو برواحكم، اشربوا بزيد ماء، تعطاو الرياضه، كلوا صحيه، وراهو اذا كان عندك مناعه باهيه ما تكفي باش تحميك، راهي تحميك. مادام ما عندكش امراض ومادام معناتها ما تعانيش ان شاء الله وان شاء الله الناس كلها باس من امراض مزمنه اللي تنقص من هي فيها خطوره في صحه الانسان وقت تجي معها شانها رانا لاباس. وهي راهي قريب كل قريب الكل، سي فغي هي قريب كيما قلت لك احنا اخطر من اللي عندها وكهو.